السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتعرف على كيف نقسم في نواة، يعني طرد في نواة. قبل أن نبدأ نذكركم ببعض مزايا هذه الطريقة. أول، في حالة ما إذا لم تنجح القسمة فلا نخسر عدد كبير من النحل. ثانيا، كما نعلم أن قبل بداية الملكة في وضع البيض لا داعي أن يكون لدينا عدد كبير من النحل في القسمة. إذن أفضل أن أترك هذا الكم الهائل من النحل في الخلية الأم. كما نعلم أيضا أن النحل يحب الضغط ونوسع له المكان كلما ازدادت مساحة الحضانة. إذن هنا أغتنم الفرصة للتكلم على هذا الإطار. على هذا الإطار الذي هو من تصميم الفرنسي برنار نيكولي، الذي هو عبارة عن شريط حوالي 3 سنتيمتر من أنا أفضل العمل بهذا الإطار لعدة أغراض، مثل النحل يفضل البناء عليه أفضل من الإطارات التي فيها شمع أساس كليا مثل هذا، وهذا عن تجربة. أيضا يسمح للنحل العمل بشكل طبيعي، حيث النحل بشكله الطبيعي يبني من الجهتين، من هنا ومن هنا، في آن واحد في نفس الوقت، وينزل في نفس الوقت من هنا ومن هنا، عكس هذا الإطار. في هذا الإطار النحل يبني من جهة واحدة ومن جهة واحدة، ليس في وقت واحد. أيضا يسمح للنحل بالمرور إلى جانبي الخلية بسهولة، حيث مثلا إذا وضعناه هكذا في الوسط لكي يبنيه النحل يستطيع المرور بسهولة من هذه الجهة إلى هذه الجهة، عكس الإطار الآخر الذي لا يستطيع بسهولة العبور إلى الجانب الآخر. أيضا عندنا نتحصل على شمع طبيعي، لهذا أنا أفضل العمل بهذا الإطار. إذن لنعود إلى موضوعنا وهو القسمة في نواة. إذن مقاسات هذه النواة هي عبارة على نصف عاسلة، هذه نصف عاسلة، هذه عاسلة وهذه نصف عاسلة، هذا إطار العاسلة وهذا إطار نصف عاسلة، حوالي نصف. إذن مقاسات هذه النواة هي بتقريب مقاسات الخلية الأم قسمة 8، أو هو عبارة عن نصف عاسلة قسمة 4، أي هذا قسمة 2. إذن كما قلنا فأنا أفضل أن أصنعها بنفسي انطلاقا من نصف عاسلة، لأنني هنا سوف أستفيد منها كنواة، ثم أستعملها لتربية ملكتين في مستعمرة واحدة، وهذا ما سنوفيكم به في الفيديو القادم إن شاء الله. إذن انتظرونا في الفيديو القادم على قناتنا إن شاء الله، لكي نشرح لكم كيفية تربية ملكتين أو أكثر في مستعمرة واحدة. إذن الآن نشرع في العمل. كما قلنا هذه نصف عاسلة، هذا إطار نصف عاسلة صممته أنا بنفسي، حيث أستطيع أن أقسمه بدوره إلى قسمين هكذا،
هذا فيه بيض أقل من 3 أيام، نضعه في الوصل بهذا الشكل. بالطبع يجب ملاحظة الملكة ثم نضيف إليه قليل من اللحم الحاضن هكذا. ثم نضع ونضغطه بهذه كما قلنا نضغطه بهذه. ثم نضع له غذاية فيها محلول السكر المركز 50% سكر و50% ماء ونثقبه مقبتين صغيرتين هكذا. ها ثم نغلق عليه هكذا، نغلق عليه نغلق عليه لمدة 3 أيام. إذا أردنا نغلق عليه 3 أيام، إذا أردنا أن نضع هذا الطرد في هذا في نفس المنحل لكي في 3 أيام ينسى المكان ونفتح عليه، وإذا أردنا أن نرحله إلى مكان آخر أكثر من 3 كيلومترات فلا داعي للغلق عليه، فعند الوصول إلى المكان المعين نفتح عليه مباشرة. إذا هكذا لقد أتممنا هذا الدرس، نتمنى أن لكم لقد استفدتم من هذه الفيديو، وكما ذكرنا من قبل انتظرونا في الفيديو المقبل إن شاء الله لكي نتكلم على كيفية تربية ملكتين أو أكثر في مستعمرة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.